العراق في دائرة جلد المحتوى الهابط بعد حملة وزارة الداخلية لمكافحته على مواقع التواصل الاجتماعي، فالحملة لاقت اهتماما شعبيا رافضا للمحتوى غير الهادف بحسب الوزارة. لا تهدف إلى تكميم الأفواه أو التضييق على حرية التعبير، هكذا ردت الداخلية على الاتهامات الموجهة إلى حملتها، والفرصة ما تزال متاحة لأي شخص لديه محتوى يصنف هابطا. لم تصدر بحقه مذكرة اعتقال لتدارك الأمر قبل تطبيق القانون، هكذا تؤكد الوزارة. بأن الوزارة هي ترعى الجميع وتشجع الجميع وتشجع الآخرين على مغادرة هذه المنشورات، لذلك راح يكون هنالك يعني عدم تعقب قانوني تجاه الأشخاص اللي مسحوا هذه، يعني ما عدا الأشخاص اللي صدرت عليهم مذكرات، أكيد راح يبقى الموضوع يخص القضاء العراقي. أكثر من 96 ألف بلاغ، هذا ما سجل في منصة بلغ التي أطلقتها الداخلية لمتابعة ناشري المحتوى الهابط. فريق فني في قسم الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة يقوم بتحليل البيانات بشكل يومي وتقديم تقرير مفصل عن تفاصيل الحالة إن كان المحتوى يسيء إلى الذوق العام. عدد البلاغات خلال اليومين الماضيين وصل إلى أكثر من 6000 تبليغ، ما دفع إلى زيادة عدد المبرمجين لفحص الروابط. أنا نصيحتي كفني من خلال تعاملنا مع المحتويات، لما أكو هنالك بلاغ وندخل على البلاغ ونلقى الرابط، حقيقة إحنا نفرح، يعني كفنيين نفرح إنه انتهى الدليل الرقمي اللي ممكن نقدمه للجهات الإدارية أو القضائية. الحملة مستمرة ولا حساب بأثر رجعي، فالمحتوى الذي تعده الداخلية هابطا إذا ما تم حذفه من مواقع التواصل الاجتماعي فلن يتعرض صاحبه للمساءلة القانونية. ورغم التوضيحات والبيانات فإن المخاوف من تقييد الحريات ما تزال قائمة. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد.